السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد. إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا لي بروبريتي دو بوردور دو سي اس اس. دونك كيف كتعرفوا لي بوردور مهمين جدا باش نستعملوهم في لي سي اس اس وبيان نصوبوا دي ستيل. دونك عندي بزاف ديال لي بروبريتي وبيان لي فالور اوتوريزي باش نقدر دي ستيل. دونك غنحاول ما امكن انني ندير بوردر على اش، على هاد البي. دونك غنستعمل مثلا بي بوان. دونك عندي الباراغراف ديالي بي، دونك غنستعمل بوردر مثلا، غنستعمل بوردر ستايل، غنستعمل مثلا دوتد. دوتد يعني منقط، تو سامبلومون كيف كتشوفوا منقط. نقدر نستعمل مثلا حول ما امكن انني ندير بليزيوغ باراغراف. حاول ما امكن ان ندير بليزيوغ باراغراف لورم. تو سامبلومون دونك نستعملوا هذا لو باراغراف لو 1 الثاني الثالث. هذا غنستعمل فيه مثلا اي دي بي 1، هذا اي دي بي بي 2، اي هذا فوالا. دونك استعملنا اي دي بي 1 اي بي بي 2، هذا بي هذا باردون، هذا هو بي 2، هذا هو بي 3. دونك عندي 3 باراغراف. دونك تو سامبلومون هذا غادي يكون مثلا هو الاي دي بي 1. دونك بي 1 هنا غنمشيو دابا للبي 2 وغادي نشوفو كيفاش نابليكيو البوردر على الستيل، بوردر دو ستيل. دونك بوردر ستايل، دونك نابليكي هنا داشد، يعني غادي يكون ديتيري. نابليكي على التروازيام مثلا بي 3، غادي يكون عندي البوردر دو ستيل ديالو مثلا غيكون سوليد. دونك كيف شفتو هادو يعني دي بوردر لي كنديفينيهم بزاف. دونك نقدر نستعمل مثلا هنا حاول ما امكن ندير دوبل، يعني دوبل. دونك الى لاحظتو هنا نستعمل مثلا غروف. دونك فوالا. وبيان نستعمل هنا عاوتاني ريدج. دونك كاينين بلوزيوغ فالور يعني نقدر نستعملوهم. نقدر نستعمل مثلا هنا انسيت، باردون انسيت. دونك فوالا كي شفتو. نقدر نستعمل اوسي هنايا اوت سيت، يعني خارج على هذاك الداخل وهذاك الخارج. نقدر نستعمل نون، يعني ما كاينش الباك جراوند تو سامبلومون، ما كاينش ستايل. نقدر نستعمل هيدن اوسي، دونك يعني ما كيتابليكاش عليه. وبيان نقدر نستعمل يعني ندير بروبريتي ميكس فيها كلشي. مثلا هنا دوتد داشد سوليد اي دوبل. دونك تو سامبلومون الى لاحظتو ابليكي عليهم يعني كاملين في دقه واحده. دونك هادو هما لي زيكزامبل يعني لي كنقدرو نستعملوهم ابروبريي على لو ستيل ديالنا. دونك تو سامبلومون يمكن ليا نستايلي يعني لي بوردر كيف ما بغيت. الوغ غنمشيو على لارجور دو بورد دو لا بوردور. دونك تو سامبلومون يمكن ليا نابليكي يعني لي لارجور ليترال لاتيرال باردون سبيسيفيك على لي بوردر. مثلا هذا غنرجع غندير ليه بوردر ستيل سوليد. اي جابليك مثلا بوردر يعني العرض ويت، شنو نعطيه خمسة مثلا، 5 بيكسل هنا 20 بيكسل. دونك تو سامبلومون الى لاحظتو غادي يكون الارجيغ. دونك الى ابليكيت عليه مثلا 20 هنا 20 بيكسل وهنا 5 بيكسل، دونك تو سامبلومون غيكون يعني العرض اكبر. دونك نقدر نابليكي هنا مثلا 10، وهنا نابليكي مثلا 4 بيكسل، وهنا نابليكي مثلا 50 35 بيكسل باردون.
دونك تو سامبلومون كي شفتو يعني كاين يعني العرض كيكون فاري تو سامبلومون على البوردر ويت. نقدر نستعمل دابا لا كولور دو لا بوردور. دونك تو سامبلومون لي كولور كيف شفنا نقدر نستعملهم بلي نون سوا كيف كنا روج بلو انسي دو سويت، وبيان لي اكزاديسيمو وبيان لي ار جي بي وبيان لي اتش سي ال. دونك بوردر اللي بغيت نكولوريها عندي لا بوردر كولور، بوردر باردون كولور. دونك مثلا هنا اكوا، دونك تو سامبلومون بوردر ولا عندي اكوا. نقدر نابليكي شي كولور اخر مثلا بوردر في هاد بالار جي بي تو سامبلومون. الوغ غادي نقدر نابليكي تو سامبلومون لي كولور لاتيرال، يعني يقدروا يكونوا بليزيور كولور. مثلا هنا ريد جرين بلو يلو، فوالا. دونك الى لاحظتوا بليزيور كولور يعني مدموجين مع بعضياتهم. دونك الى شفتوا سي بلو سامبل ديتيليزي هاد لي يعني لي بروبريتي بوردر ستيل، بوردر ويت، بوردر كولور. غنمشيو نشوفوا دابا كوتي دو بوردور. دونك تو سامبلومون بور يعني باش نقدروا نصوبوا الكوتي دو بوردور، يعني نقدر تو سامبلومون نابليكي عليها بليزيور بروبريتي. الوغ نحاولوا ما كان نصوبوا واحد لي بوردور. دونك نعطيه هنايا ستايل، نعطيه مثلا دوتد، ونعطيه هنا مثلا بوردر. غنصوب نشوف كيفاش غندير لها بوردر، يعني رايت غتمشي للرايت اي غنابليكي عليها ستيل. دونك غادي يكون سوليد، الى لاحظتوا غادي تابليكي على سوليد. هنا غنحاول امكن نحيد هاد لي كولور، سي با يعني ماشي مهمين. دونك غادي نمشي نابليكي واحد بروبريتي واحده اخرى بوردر ليفت، مي هنا ستايل اوسي غادي تكون حتى هي سوليد. دونك تو سامبلومون الى لاحظتوا عندي في لي دو كوتي بوردر سوليد، والفوق والتحت عندي دوتد. دونك هكذا نقدر نابليكي يعني الجوانب لي بوردر رايت وبيان ليفت. دونك تو سامبلومون بوردر ستيل يعني كيقدر يعطيني يعني لا بوانتور سوليد وبيان دوبل وبيان بوانتيي، و اوسي نقدر نستعمل دوبل سوليد اي بوانتيي. دونك غادي نشوفو كيفاش نقدر نابليكي يعني بليزيوغ، يعني شفنا قبل جو بونس نابليكيو بليزيوغ، يعني مثلا سوليد دوبل اي داش داشد. دونك فوالا تو سامبلومون سي تري فاسيل. الوغ غنمشيو دابا نشوفو الراكورسي في فرونتيير. دونك شنو كاين لي براكورسي فرونتيير؟ شورت هاند تو سامبلومون. دونك لا بوردور ديالنا ابريجي نقدر نابليكي عليها غير جوست هادي بوردر، اي ابليكي هنا مثلا يكون عندي 5 بيكسل اي سوليد باردون اي ريد. دونك فوالا. دونك يمكن لي ندير بوردر ابريجي تو سامبلومون. الوغ نقدر نابليكي مثلا الباك جراوند على هادي، مي نقدر نستعمل مثلا بوردر بوتوم يعني لتحت تو سامبلومون. مثلا نعطي هنا 6 بيكسل سوليد مثلا غري ريد، وهنا الباك جراوند باك جراوند كولور تكون مثلا لايت غري غراي. دونك تو سامبلومون لاحظتوا غتلقاوها يعني البوردر يعني غيكون بوتوم. دونك نتلاقاو في البوردر اغونديز. دونك الاغونديز هما راوندد بوردرز تو سامبلومون ايتيليزي يعني فريكامون. كيفاش كنستعملوهم؟ كنستعملوهم بالبوردر راديوس. دونك غنستعمل هنا بوردر راديوس غنعطيه مثلا 5 بيكسل. دونك لاحظتوا غادي الجوانب ديال هاد لابوردور غادي يعني تولي كيف نقولوا مقوسه. دونك تو سامبلومون نقدر نابليكي يعني بليزيوغ ستيل على لي بوردر. عندنا بوردر راديوس رايت ليفت انسي دو سويت. دونك مثلا غنزيد هنا في البيكسل تكون عندي مثلا هنا 8 بيكسل. دونك نقدر نستعمل مثلا بوردر راديوس هنا مثلا غادي نزيد هنا مثلا 12 بيكسل، اي اوسي هنا 12 بيكسل، هنا 12 بيكسل باردون، هنا 12 بيكسل. دونك الى لاحظتوا غادي تكون جد مقوسه. دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي ديال لي بوردور، ونتلاقاو ان شاء الله في دوطخ بارتي.